جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة جزاها الله خيرا: فضيلة الشيخ، عندما كنت في المستشفى لمدة شهور كنت أحس بضيق مرارا كثيرا، ثم أبكي بكاء كثيرا وأتألم وأحس أنني سجينة، هل يعتبر هذا من عدم الصبر؟ وهل إذا بكيت بهذه الطريقة وأحسست بهذا الإحساس يكون لي أجر المرض وما عانيت، أم أكون آثمة؟ جزاكم الله خيرا. هذا مرض نفسي أو وسواس من الشيطان، أو وسواس من الشيطان يحتاج إلى علاج بذكر الله عز وجل وبالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تيسر طبيب نفساني أيضا يصف علاجا نافعا لهذا المرض فشيء طيب، لأن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. جزاكم الله خيرا. قد حصل هذا منها شيخ صالح، وهي منومة في المستشفى ويبدو أنها خرجت، وتسأل هل كانت آثمة أو أن ذلك ضمن المرض؟ شيخ صالح، هذا مرض نفسي لا تأثم عليه الحمد لله، ولكن عليها أن تبذل الأسباب لزواله كما ذكرنا.